ميمكنش تمشي تمثل قاره وهي باش تشارك، كان ضروري خص يكون شي انجاز. هذا هو الهدف اللي كان عندنا ومشينا له. ممكن 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 اي واستلام عثمان وحده، عثمان وحده الرئيس الفني كان محظوظ، ولكن في النهايه كتتفرجها فيهم كنتي تجبرتي على راسك لاعب الضم باش تكونترولي اللعابه 3 شهور، خصك تكون اب ديالهم ماشي مدرب ديالهم باش تحافظ على الحاجه. صعيب على باش توصل، ملي كتوصل لواحد الحاجه خصك باش تحافظ عليها، خصك بزاف الخدمه. انا هذا هو الطموح ديالي باش نحافظوا ان شاء الله على هذه الالقاب اللي عملنا. ما تصورش ديك الفرحه اللي حس اللي كتحس بها هنايا، غير اللي ميساج كتقرا كلشي تايق فيك وكيحمسك، راه كيعطيك دافع. حتى هما الصراحه سبب حتى هما سبب من الاسباب، سبب كبير للوصول ديالنا لديك المستوى. كنشكرك بعداك اخي محمد على هذا الاستضافه هذه اللي الصراحه موقع طنجاوي ديما فيما كنحققوا شي انجاز كيستضيفنا هنايا. بعداك كنشكرك على هذه الاستضافه. بالنسبه للانجاز اللي حققنا مع المنتخب الوطني، صراحه حنا فرحانين بهذا الانجاز وفخورين بهذه الفرحه اللي قدمنا للمغاربه، والصراحه انجاز كبير الصراحه. باقي فرحانين به حنايا. هو هذا الانجاز هذا ما جاش عن طريق الصدفه، من بعد الاخفاق ديال 2012 و2016 كيف ما كتعرفوا كانت واحد المشاركه، كانوا فيها واحد الاخفاق، وضعت الجامعه الملكيه مع السي فوجي القجاع الرئيس وقعوا واحد البرنامج. صراحه كان السونتر محمد السادس تحت الامر ديالنا وضعوا واحد البرنامج وبدات الخدمه من ديك الساعه، راه شي 5 سنين ولا 6 سنين وحنا كنوجدوا ناد لاكوب دي موند. والصراحه الحمد لله ديك تماره ما مشاتش في الخاوي. قبل لاكوب دي موند كنا مجموعين شي 3 شهور حنا مجموعين مع بعضياتنا، كاين نادم اللي مزوج ما شافش والديه ما شافش وليداتو، حنايا مع بعضياتنا كنا تمايا كنوجدوا كنبريباريو، عندنا هدف واحد باش نحققوا ان شاء الله شي حاجه. اهداف قبل ما نمشيو للمونديال حنايا كنا ماشيين عازمين باش ماشيين زعما باش نشاركوا. كيف ما كتعرفوا المغرب دابا حنا ابطال افريقيا 2 مرات على التوالي، ومؤخرا فزنا بكاس العرب. حنا يعني الاولين عربيا وافريقيا، ميمكنش تمشي تمثل القاره وهي باش تشارك، كان ضروري خص يكون شي انجاز. هذا هو الهدف اللي كان عندنا ومشينا له. بالنسبه لمباراه البرازيل صراحه واحد المباراه اللي تبقى زعما تبقى لاي لاعب، ترى اي لاعب كيحلم يلعب ضد منتخب البرازيل. كيف ما كتعرفوا منتخب البرازيل بطل العالم 5 مرات، عنده لاعبين كبار كتتفرجها فيهم كنتي تجبرتي على راسك لاعب ضد الضم. مقابله مزيانه دازت كيف ما شفتوا، عملنا معاهم واحد النفس، عملنا معاهم لعبنا معاهم، حسموا المقابله بواحد الهفوه. الهدف اللي ماركاو جا عن طريق واحد الهفوه، بقينا لعبنا على الحدود ديالنا حتى لاخر دقيقه، ما كتبش الله الحمد لله. ان شاء الله باقي الخير ما يجي لقدام. الهدف كبر، الطموح كبرت، والطموح الجمهور المغاربه كبروا كيف ماشي المنتخب اللاعبين ضد المنتخب البرازيل، والجمهور كيحمسك كيقول لك تربحوهم الله يوفق، يعني حتى هما تايقين فيك، ملي كانوا كيتفرجوا فينا تاقوا فينا، هذيك ديك الحماس ديالهم راه حتى حنايا عطانا واحد الثقه، والطموح ديالنا كبر. حتى حنايا دابا فحال اللي كتشوف راسك مع 8 الاوائل من العالم، خصك تزيد تطلع النيفو، تزيد الخدمه، وداك الشيء اللي عاملين حنا في بالنا دابا. حنايا نساو هاد الفرحه، نفرحوا بها ونساو هاد الفرحه، نزلوها ونبداو الخدمه ان شاء الله باش نحققوا شي انجاز احسن من هذا اللي حقق. صراحه المدرب سي هشام التكيك اللي كان هو مدرب، حنا ما كنقولولوش مدرب، حنا كنقولولو الاب ديالنا، حيت كيف ما كتعرف اي فرقه في العالم تجمع 3 شهور غينوضوا مشاكل، ما يمكنش هاد الكونسونتراسيون، ما كيفوتوش هاد المده كامل. ما حنايا مع كانت كورونا ما كانوا اسباب ما قدرناش نخرجوا على حساب كورونا، عندك مشي يدعي لنا لاكوب دي موند، كنا تجمعنا ضحينا تجمعنا صراحة باش تكونترولي اللعابة 3 شهور، خصك تكون اب ديالهم ماشي مدرب ديالهم. وداك الشيء اللي كان دوزنا 3 شهور مع بعضياتنا صراحة زيرو مشكل، كان كيسقسي على هذا كيمرض هذا، النصائح ديالو مقابل ديريجي كل شيء ديالو. صراحة هذا الشيء كنهضر لك عليه على الجانب ماشي ديال التكنيك والتكتيك، اما اللي تخط لك ديك الشيء عاود الصراحه القراءات ديالو المباريات كيسهل علينا الماتش بزاف الحاجات الصراحه. صراحه بزاف كنشكرو بزاف.
السبب صراحة باش تختار زعما لاعب طائر وما كيكون على حسب نظرة المدرب، فهمتيني؟ لاعب طائر كيف ما كتعرف خصها ملي كتضيع كرة خصك تمشي تشونجا، خصك تكون مثلا خصك تسريع كتشونجا دغيا، خصك تكون حافظ تاكتيكمون، كتحفظ التاكتيك ديال المدرب باش تش ملي كتخرج بطائر لاعب طائر ما كتبقاش كرة، كيولي التاكتيك أكثر من اللي هو التكنيك الكرة، كيولي ديك الساعة لاعب التاكتيك. صراحة هادشي واقيلا لي سبب الاختيار. الحلم مع الفريق المنتخب الوطني نزيدو ان شاء الله، باقي لنا لي كومبيتيسيون اللي ما جي باقي لنا كاس افريقيا ان شاء الله نكونسونطراو عليها باش ان شاء الله نحافظوا على اللقب ديالنا. باقي ما جي ان شاء الله كوب دارب حتى خصنا نحافظوا على اللقب. انا كيف ما كتعرف باش تحافظ على الحاجه صعيب على باش توصل لها، ملي كتوصل لواحد الحاجه خصك باش تحافظ عليها خصك بزاف الخدمه. انا هذا هو الطموح ديالي باش نحافظوا ان شاء الله على هذه الالقاب اللي عملنا ونبداو الخدمه من دابا لا كوب دي موند. شيش لا كوب دي موند ماشي تبريباري لها في 6 شهور ولا 7 شهور، لا كوب دي موند خصك اعوام واعمام تبدا تخدم لها باش توصل لديك المستوى العالمي. ان شاء الله هذا هو الطموح ديالنا، نبداو الخدمه من دابا باش ان شاء الله نكونوا في العالميه. الرساله ديال الجماهير المغربيه ما وما تصورش ديك الفرحه اللي حس اللي كتحس بها هنايا، غير اللي ميساج كتقرا كلشي تايق فيك وكيحمسك راه كيعطيك دافع. حتى هما الصراحه سبب حتى هما سبب من الاسباب، سبب كبير للوصول ديالنا لديك المستوى، التشجيعات ديالهم الثقه ديالهم. وكنشكرهم بزاف الصراحه، وكنشكر جماهير الطنجاويه ديال المدينه ديالي على صراحه على الدعم ديالها، اصدقاء الوالدين العائله ضروري دي. الدعوات ديالهم صراحه بلا بهم راه ما توصل حتى حاجه، الدعوات الوالدين. وصراحه اي كنبغي نقول لاي واحد من شي حاجه في راسه راه يوصل الله بالخدمه والنيه وتوكل الله، راه ما حد يوصل يوصل غير ما يفشل شي، راه كلشي عند الله قريب. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.